لكن حضرتك كنا بنتكلم عن المعضلة المرتبطة بحقوق مشروعة ومطالب للعدالة الاجتماعية ووضع اقتصادي وعجز كامل في مصادر التمويل بالنسبة للحكومة، كيف يمكن الحل؟ أنا قلت لحضرتك إن إحنا كاتحاد عمال ونقاباته العامة حاسين وعارفين ودارسين وقاريين اقتصادنا. والشيء الطبيعي إن عمالنا الشرفاء يعلموا كل العلم هذه المأساة اللي إحنا عايشينها. اقتصادنا يعني ضعيف، حقوق مشروعة للعمال، لكن الحقوق المشروعة للعمال حقوق على مدار على الأقل 30 سنة. لما نيجي نطبق حقوق على مدار 30 سنة في خلال 3 سنين، أنا من وجهة نظري ده إجحاف للحكومة أيا كانت الحكومة. ليه؟ لأن الشيء الطبيعي إن إحنا لنا طلبات، الطلبات ممكن نجدولها، بس زي ما قال الرئيس ده لسان حال كل العمال؟ يعني في عمال يعني احنا شفناهم في التقرير ده لهم رأي تاني. هقول لحضرتك ليه؟ لأن النهارده من بعد ثورة 25 يناير ظهرت فئة من العمال بيقودوهم بعض النقابات المستقلة. النقابات المستقلة من وجهة نظري أنا الشخصية عشان ما حدش يعني يزايد علينا، أنشئت بدون سند من القانون. أنشئت بناء على اتفاقية موقعة لها مصر في منظمة العمل الدولية اسمها الاتفاقية 97. الوزير أحمد البرعي لما جه وزير قوى عاملة كان هو أصلا مستشار منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة. صحيح. ولما كان المستشار بتاع من المنظمة هو أول من أنشأ النقابات المستقلة. النقابات المستقلة مشكلة المشاكل إن العامل عندنا الشيء الطبيعي إن هو محتاج نوع من عايز اقول الدراسه، عايز اقول ان لازم توصل له المعلومه ان اللي احنا بنتناقش فيه النهارده، اللي احنا بنقول ان المطالبنا المشروعه واقتصادنا الضعيف لازم نتحمله. لا هم في يعني مثلا احد المشاهدين بعت لي يقول لي ان جميع النقابات العامه هم دول اللي كانوا بيحتفلوا مبارك، وبعد الثوره ظهرت النقابات المستقله اللي بتعبر عن روح شباب الثوره، ودلوقتي في صراع ما بين النقابات العامه والنقابات المستقله. هم شايفين دايما ان النقابات العامه دي ولاءها للحكومه مش لهموم والام العمال، عشان كده في ناس زي ما استاذ عبد الفتاح قال بتلعب على او فكره المزايدات او بتلعب على اوتار الالم دي عشان. طب هو الشيء الطبيعي انا كنقابه عامه لما ابقى دارس كويس او اقتصادي وابث في عمالي تعالوا نعمل اضراب وتعالوا نعمل اعتصام وتعالوا نوقف المصانع، طيب المفترض ايه؟ لما انا اوقف العامل في المصنع النهارده عن العمل واعمل اضراب واعتصام، الحكومه هتجيب منين؟ دي اللي بتلعب عليه النهارده.